Cheers. Finally. الحمد لله انتهت جولتنا في مانشستر سيتي بأقل الخسائر. بأقل ايش؟ خسائر. الحمد لله. الحمد لله بأقل وقت. مع ان صراحة مان يونايتد ستور منشأة النادي أفضل كثير صراحة. تفاجأت، توقعت إن على الأقل قريب من المنشأة الضخمة حق مان يونايتد، توقعت إن مان سيتي يضاهي لأن أحد قطبي كرة القدم هنا في مدينة مانشستر، فتوقعت الناديين عندهم شعبية كبيرة من جميع من ناحية البنية التحتية، من ناحية المنشأة، من ناحية الفانز الجمهور الكاستمرز اللي يجون هنا إلى الآن. حتى في لندن زرت تشيلسي كلاب، زرت أرسنال كلاب، صراحة تفاجأت نادي أرسنال اللي يسمى أو ملعب نادي أرسنال اللي يسمى إيميريتس ستاديوم، صراحة تفاجأت، ما كان الصورة اللي في بالي اللي بنيتها في مخيلتي. توقعت على اسم ترى الإمارات بيضخ ملايين على المنشأة، لكن للأسف ما هي بالمستوى اللي معروف عن ترى الإمارات، ولكن أفضل شيء شفته إلى الآن صراحة مان يونايتد ريد ديفل. طلعنا اليوم بالتو تي شيرت تو بولز، كسرات الأرجل، ما عاد 155 باوند تقريبا 800 ريال سعودي. اتذكر اخذت تي شيرت احد النوادي في السعوديه، تي شيرت الحاله 750، 1 تي شيرت اونلي، او ماي جاد، 1 تي شيرت فقط واحد ب 750. بعد شهر غسلت بدا الالوان تطلع، هذا تي شيرت مع طباعه الاسم مع طباعه الرقم، شوف الفرق من جد، ويلوموني لما اجي اتسوق هنا في اوروبا. anyway next destination downtown، مع انه خبر سيء اليوم من downtown closed، في اللي ما يتسموش عندهم احتفالات اليوم around Arundel center. I like that area خصوصا Debenhams والمولز اللي اراوند. اوكي
تحت جولتنا اليوم مان سيتي او كما يطلق سيتيزنز. Stay tuned for next destination. Cheers everybody. اليوم سبت ويكند، العالم مسدحين عند النوافير فعلينها. كل في حالة، كل على همسه. نسيت ما this is Piccadilly Garden. المعذرة نسيته أو صفر. هذا City Center حقه مانشستر سيتي، وجنبه الشعب فالينها. سوق السبت طب نف في الشارع، اللي جائع حياه يجي. شكرا على نهاية السوق. قبل الصح على جانبي الطريق يمنة ويسرى، وهذا اللي مسمينه الماركت ستريت. Everything you can eat here. تبين هامز من أكبر الماركات صراحة اللي I like to shop with it. I mean في الخلف تشوفوا الأرندل مول، ثاني مجمع في مدينة مانشستر، يحتوي على الكثير من الماركات صراحة. تعب اليوم، خلونا نريح شوي شباب. كافي كافي شباب، دعونا نكتشف قليلا من القهوة في الكوستا كافي، one of my favorites. صراحة أنا ما قد سويت إعلان أو دعاية لأي مطعم زي هذا جولدن تندوري. هذا ما شاء الله عليه طير شلوة، عنده رز وتندوري يحب قلبك. هل عطية الله؟ شوف الرقم، والله عليه أكل لذيذ في شارع أنكور مانشستر، في شارع أنكور. بحط العنوان بعد شوي. أنا ساكن في الزاوية عند شارع أنكور 14 Great Anchor Street، والمطعم تقريبا دقيقتين ثلاث دقائق مشي. أبدا مضيع يشوف اللوحة هذه وال الابارتمنت هذه. خدمات نظيفة، موقعها مميز، السيرفس ما شاء الله عند تقريبا اذا بتاخذ اكثر من 3 أو 4 ايام بيجيك تنظيف every 2 days.
تنظيف مساحة، مفروض غرفتين وصالة ومطبخ بلكونة، شيء متعوب عليه صراحة. واحدة من أفضل الشقق اللي هي هذه The City Warehouse Apartment، أبعد على الزاوية تقريبا هذا الشيء The City Warehouse، هذه عند الزاوية على الأنكور، ما شاء الله شغل متعوب عليه. بحط لكم العنوان